أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ببرنامج لقاء الرأي وحلقة جديدة ويوم جديد. كما عودناكم نتابع مجريات الساحة السياسية المحلية أو الخارجية. بعض الأحيان هناك زيارات سريعة لشخصيات مهمة لازم وتقتضي علينا بأن نأخذ بعض المعلومات عن هذه المنظمات أو هذه الأمور الدولية التي تهم الشارع الكويتي والشارع الإقليمي والعالمي. فبالتأكيد نحن في قناة الرأي نقتنص هذه الفرصة لكي نأخذ أكبر كم من المعلومات. اليوم سوف يكون معنا السيدة لورا ثومسون نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة. أهلا وسهلا بك. بداية السؤال الأول قبل الحديث عن يعني الزيارة إلى الكويت وأسبابها، السؤال سوف يكون ما هو دور المنظمة الدولية للهجرة؟ ما هي الأسباب التي تقوم عليها هذه المنظمة؟ IOM is an international organization composed today of. المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية تضم 157 دولة عضو. أهم أجزاء المنظمة هي مجلس المنظمة الذي يشارك فيه كل الدول الأعضاء 157، وتهدف المنظمة إلى دعم وتطوير التنقل بحرية وبطريقة إنسانية للأفراد حول مختلف دول العالم بطريقة آمنة، ودعم جهود التنمية والتقدم لمختلف دول العالم. 157 دولة من خلال الإجابة الأولى هو عدد كبير للمجتمع الدولي، كيفية الربط لتأمين هذه الأعداد؟ بالتأكيد 157 دولة تحمل أعداد كبيرة من المواطنين، فدور المنظمة في التنسيق بين هذه الدول هل هو الأمر يعني بسيط؟ وما هي الأعداد في هذه الدول الشريحة المستهدفة؟ Well, the objective of the organization is not to promote. هذه ظاهرة موجودة وستظل على مر التاريخ، لكن المنظمة لا تقوم بدعم الهجرة، وإنما بتحاول خلال دورها بالتعاون مع الدول الأعضاء والدول المراقبين وباقي الحكومات، حتى حكومات الدول التي لم تنضم بعد لعضوة المنظمة، لكن هناك نوع من التعاون معها. نحاول أن نخلق الظروف المواتية لتمكين الأفراد من التنقل بحرية ولتنفيذ البرامج التي تكون لها فائدة للجميع، سواء للدول المصدرة للعمالة، الدول المستقبلة للعمالة، أو الدول التي تقوم بدور الترانزيت لهذه العمالة التي تتحرك من دولة أو أخرى. كما تقوم المنظمة ببناء قدرات المؤسسات والوزارات في الدول المختلفة للمساعدة، سواء للأفراد كالعمال الأجانب أو للحكومات نفسها، للوصول إلى خطط واستراتيجيات تتوائم مع احتياجات هذه الدول لمراقبة الحدود وحرية الانتقال والخدمات الأخرى التي تقوم بها المنظمة. الجانب الآخر من أنشطة المنظمة يتعلق بالحالات الإنسانية، حيث تقوم المنظمة في حالات الأزمات الطبيعية أو الصراعات الداخلية بتنفيذ بالتعاون مع الأمم المتحدة وبدعم لهذه الجهود مختلف أنشطة الإغاثة الإنسانية. يعني دور المنظمة بشكل عام وصل إلى المشاهد، ولكن نتحدث عن الكويت، يعني كيف تقيمون عمل المنظمة داخل الكويت؟ لماذا تم اختيار الكويت لأن يكون فيها مكتب لعمل المنظمة؟ هل الكويت تعاني من مشاكل في موضوع الهجرة أم أنها هي أرض مستقطبة للمهاجرين؟ Well, I think all governments. كل دول العالم تواجه تحديات كثيرة في مجال الهجرة وفي موضوعات تتعلق بحرية تنقل الأفراد. لدينا اتفاق مع الحكومة الكويتية، وقررنا بناء على هذا الاتفاق وتنفيذا لبنوده افتتاح مكتب لنا للمنظمة الدولية للهجرة في الكويت منذ سنوات. الغرض الأساسي هو تنفيذ احتياجات دولة الكويت وفقا لما تراه الحكومة الكويتية من مجالات للتعاون مع المنظمة. وفي هذا المجال وعلى سبيل المثال نتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية في تنظيم أنشطة تدريبية مختلفة لبناء القدرات في مجال مثلا مراقبة الحدود، مراقبة وإدارة الحدود، وموضوعات الخاصة بالعمالة الوافدة أو العمالة المتعاقدة التي تأتي للعمل بالكويت، ونعمل في هذه الأمور بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة الكويتية. كما لدينا أنشطة أخرى نقوم بها خارج إطار دولة الكويت، لأن دولة الكويت تقوم بتمويل العديد من الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المنظمة في مختلف دول العالم، وبالتالي هناك احتياج للتنسيق والتواجد مع الكويت بصفة مستمرة. نعم، أسباب هذه الزيارة إلى الكويت بشكل خاص، الزيارة إلى الكويت في هذا التوقيت، ما هي الأسباب؟ Well, first of all, نعمل مع حكومة الكويت، وخاصة بعد قرار صاحب السمو القرار الإنساني صاحب السمو بتوفير
التمويل والدعم اللازم لمساعدة ضحايا الصراع في سوريا، ثم الآن أيضا ضحايا الصراع في الظروف الإنسانية في العراق. عملنا خلال الأعوام الأخيرة بالتعاون وبالتمويل من حكومة الكويت للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لهذه الأفراد المتضررين من الصراعات، وأتيت هنا لتقديم تقرير وافي للحكومة الكويتية وللشعب الكويتي حول أوجه صرف هذه المساعدات المالية والأنشطة المختلفة التي قامت بها المنظمة في سوريا والكويت بتمويل من الحكومة الكويتية. وكان هناك أيضا سبب آخر لهذه الزيارة، وهو العمل على دعم العلاقات التعاون المتميزة القائمة في الوقت الحالي بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومة الكويتية. وبالتالي هناك سببين، وأمل أن تكون هذه الزيارة حققت أهدافها، سواء من تعريف الحكومة والشعب الكويتي بالتمويل أو أنشطة المنظمة بالتمويل الكويتي، وأيضا في دعم العلاقات الثنائية. مشاهدينا الكرام، فاصل أول ومن ثم سنواصل الحديث الإنساني الدولي بعد فاصل قصير. عودة معكم مشاهدينا الكرام في هذا الحديث المطول الإنساني الدولي عن المنظمة العامة الدولية للهجرة، ومع نائبة الرئيس ويعني هي الأستاذة السيدة لورا تومسون. بداية يعني انتهينا في الحديث عن الكويت والزيارة، ولكن اليوم كان هناك زيارة إلى البرلمان الكويتي. ما أسباب هذه الزيارة؟ هل هناك مباحثات جديدة؟ هل هناك خطوط جديدة مع البرلمان؟ إقرار قوانين، الدفع بقوانين معينة؟ Well, basically, the visit to the parliament today was part of الهدف من زيارة البرلمان كانت في إطار التعريف دولة الكويت وخاصة الشعب الكويتي بالتمويل بأوجه الإنفاق المساعدات الإنسانية التي حصلنا عليها بدعم من الشعب الكويتي في الأساس للمساعدات في سوريا والعراق. فكان اللقاء هو تعريف الشعب الكويتي الممثل في البرلمان بأوجه هذه الأنشطة التي قامت بها المنظمة في الفترة الأخيرة، وأعطيت الأعضاء البرلمان بيانات واضحة وكاملة حول هذا المجال. أما بالنسبة للشق الثاني، فإن المنظمة لا ترغب في وضع قوانين، وهذا ليس دور المنظمة، إنما دور المنظمة هو إعطاء النصيحة والمشاركة بالخبرة الطويلة التي حصلت عليها المنظمة على مر السنين. وهناك مثال، كمثال هناك مجلد قامت المنظمة بإعداده حول أنشطة على مستوى العالم كله في مجال مكافحة الاضطهاد في الأفراد، ولأتي دورنا هنا في على سبيل المثال في حالة قيام دولة بتنفيذ قوانين في هذا المجال، نقترح عليها الاطلاع على هذا المجلد والاستفادة من بعض مواده، ولكن لا نقوم نحن بتنشيط أو بدعم وضع قوانين في أي دولة، إنما دورنا هو بالعكس المساعدة والنصح في حال احتياج الدولة لهذا. نعم. من خلال الحديث في البداية تحدثنا عن بعض القرارات التي صدرت من صاحب السمو أمير البلاد التي ساندت المنظمة في موضوع التمويل في الأزمات، إن كانت في سوريا أو الأزمات الحالية في العراق أو في الأزمات الدولية. وأيضا في الأيام الأخيرة كان هناك تكريم من الأمم المتحدة لصاحب السمو كقائد إنساني. البعد لهذا الأمر، البعد الدولي لهذا التكريم، والبعد للكويت والتعامل مع الكويت في الدور الإنساني. Well, I think that His Highness has shown to be. أوضح صاحب السمو في أكثر من مناسبة إنه شخصيا وإن دولة الكويت من الدول الملتزمة تقديم المساعدات الإنسانية وخاصة لدول مثل سوريا والعراق. الكويت لديها تاريخ حافل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، فهي دولة رائدة في هذا المجال، وأيضا في الالتزام الذي أوضحه سموه وقيادته الحكيمة عندما قام سموه باستضافة أول مؤتمرين، ويجري الآن إعداد لاستضافة المؤتمر الثالث لدعم الجهود الإنسانية في سوريا. الكويت أيضا هي دولة ليس فقط تساهم في الدعوة للعمل الإنساني، بل أيضا تقود في تقديم الدعم الإنساني، فكانت الكويت هي أول دولة تقوم بتمويل الأنشطة الإنسانية في سوريا بعد هذه المؤتمرات للمانحين. ولذلك نحن نرحب ترحيبا شديدا بقرار الأمم المتحدة باعتبار سموه قائد العمل الإنساني على المستوى الدولي.
وأيضا قامت المنظمة الدولية للهجرة من جانبها في ديسمبر الماضي في اجتماع مجلس المنظمة، وهو الاجتماع الذي يحضره كافة الدول الأعضاء في المنظمة، بالتقدير المماثل لصاحب السمو وتقديم ميدالية تقديرا لجهود سمو واعتباره القائد الإنساني الأول على مستوى العالم. Thank the government of Kuwait for that. نعم، نتحدث عن إنجازات المنظمة. هي يعني عملكم على مدار السنين، ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها المنظمة على يعني ليست الأزمات ولكن المشاكل الدولية في موضوع المساعدة أو تقديم المساعدات أو كيفية إيجاد الحلول؟ Well, I think IOM has a المنظمة لديها تاريخ طويل وجيد، حيث كانت المنظمة متواجدة في معظم الكوارث الإنسانية، المناطق التي حدثت فيها كوارث إنسانية سواء بسبب الصراعات أو الكوارث الطبيعية. لدينا تواجد أيضا في مختلف دول العالم التي تعاني من الصراعات المختلفة، وأهم المجازات هو تمكين المنظمة من العمل بطريقة مباشرة في تقديم المساعدات للضحايا في مختلف المناطق. المنظمة تعمل بالتعاون مع باقي الأطراف الإنسانية والمنظمات الأخرى، لكن العمل المباشر من جانب المنظمة يأتي من دور أفراد العاملين في المنظمة نفسهم المتواجدين في الميدان في مختلف أنحاء العالم، وتعرف أيضا المنظمة وتدرس الاحتياجات المختلفة وتقوم بتوفير الإغاثة طبقا لهذه الدراسات والاحتياجات. كان من المهم أيضا بالنسبة للمنظمة خلال هذا العام زيادة عدد الدول الأعضاء في المنظمة، توسع الأنشطة المنظمة توسعا كبيرا في مختلف المجالات، وزيادة التعاون الذي تقوم به المنظمة مع مختلف الأطراف سواء الدول أو الحكومات أو المنظمات الأخرى. كيف تبدأون بالتعامل مع أي يعني أي بقعة في الأرض تعاني من مشكلة أمنية أو إنسانية؟ المثال سوف يكون على الشرق الأوسط، لأن نوعا ما الشرق الأوسط هو مزعج في المجتمع الدولي بكثرة مشاكله، ولكن كيفية البداية والانطلاق من المنظمة للمساعدة إن كانت أمنيا ماديا في كثير من الأمور؟ Well, in general terms, بصفة عامة هناك مبدأ نقوم على أساسه بتقديم المساعدات الإنسانية، فهناك آلية للعمل المشترك تضم ليس فقط المنظمة الدولية للهجرة ولكن باقي المنظمات العاملة في هذا المجال، ومن خلال هذه الآلية يتم التنسيق وتحديد أوجه الأنشطة التي تقوم بها المنظمات المختلفة لتوجيه المساعدات الإنسانية. بالنسبة لدور المنظمة الدولية للهجرة فإننا نتطلع بالدور الرئيسي في مجال إدارة المخيمات والتنسيق في هذا المجال، ومثلا في ده بالنسبه للكوارث الطبيعيه. مثال على ذلك، هناك اليات عديده تشارك فيها المنظمه، وفي اطار هذه الاليات تتولى المنظمه الدور الرئيسي في تقديم المأوى، وهو الدور الذي نقوم به بصفه خاصه من خلال التمويل الذي حصلنا عليه من حكومه الكويت بالنسبه لسوريا والعراق، ويتم هذا كله بالتعاون مع باقي المنظمات الانسانيه الاخرى لتحديد قدرات مختلف المنظمات، كل منظمه على حده، ثم كيفيه العمل المشترك. نعم، بعد الفاصل سوف يكون السؤال: ما هو دور المنظمة في ماديا في الأزمة السورية؟ عودة معكم مشاهدينا الكرام. يعني تحدثنا قبل الفاصل عن المنظمة بشكل عام، عن دور الكويت، والآن عن الأزمات، والأبرز نوعا ما حاليا هي الأزمة السورية. فالسؤال سوف يكون موجه للسيدة يعني لورا: الأزمة السورية اتسعت نوعا ما، الأعداد في تزايد، ولكن دور المنظمة ماديا، ما هو دور المنظمة تجاه هذه الأزمة خصوصا، والدور المادي أيضا؟ بالتأكيد للأسف الوضع في سوريا ما زال قائما، وهناك احتياجات كثيرة للمساعدات الإنسانية، ونحن الآن في العام الرابع لهذه الأزمة الإنسانية. لدى المنظمة حوالي 240 موظف يعملون داخل سوريا، ومعظمهم من الجنسية السورية بالطبع، ونعمل في تقديم العديد من المساعدات الإنسانية مثل توزيع المساعدات غير الغذائية كالخيم والشرائح البلاستيكية ودواء والمواد الخاصة بالطبيخ وخلافه، وأيضا نعمل على توفير المأوى للنازحين وتوفير الحماية مثلا في موضوعات الصحية والموضوعات ذات الصلة بالحالات الصحية للنازحين
داخل سوريا. كما يوجد لدينا مكاتب في 14 محافظة سورية، وبالتالي لدينا تواجد ممتد واتصال مباشر، ونعمل بالتعاون مع العديد من المنظمات غير الحكومية ومع الهلال الأحمر السوري، كما نعمل أيضا في تقديم مساعدات من خلال الدول المجاورة لسوريا التي تستضيف الأعداد الكبيرة من اللاجئين مثل لبنان والعراق وتركيا والأردن. تواجد 240 موظف في الأزمة السورية داخل سوريا، يعني السؤال الذي يوجه، هل هناك جوانب أمنية تعطى لهم يعني أمور معينة، أو البعض يرى بأن ممكن هؤلاء الموظفين يعني في عز هذا الصراع وفي منتصف هذا الصراع من ممكن أن يتأثروا في هذه الخلافات، فكيفية تواجدهم في ظل هذه الأزمة؟ بالطبع هذه مسؤولية كبيرة على المنظمة أن يكون لنا مثل هذا التواجد الكبير في سوريا. وكان للأسف لدينا بعض الحالات التي واجهنا فيها التحديات بالنسبة للأمن وسلامة الموظفين العاملين في المنظمة، ولكن أنا أخذ كل الخطوات الممكنة، وأحيانا نكون علينا أن نساهم في نقل العاملين في المنظمة من مكان آخر، فأمن وسلامة المواطنين وأفراد أسرهم أيضا هام بالنسبة لنا. وفي الواقع الوضع صعب ومعقد ويؤثر على الحالة النفسية للموظفين ولقدرتهم المهنية، لكننا نأخذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية تمكنهم من القيام بنشاطاتهم الإنسانية المطلوبة. نعم، أبديتم استعدادا أو استعداد المنظمة يعني احتواء ومعالجة مشكلة يعني الهجرة الغير شرعية في اليمن من القرن الأفريقي، فيعني أي حلول تتحدثون عنها؟ ما هي الحلول لهذه الهجرة الغير شرعية في اليمن؟ لدينا أيضا مكتب في اليمن، فنعمل في مساعدة الحكومة اليمنية منذ سنوات طويلة، حيث نقوم بتوجيه المساعدات الإنسانية للمهاجرين من القرن الأفريقي الذين يحاولون عن طريق العبور من اليمن الوصول إلى الدول الخليجية. العديد من هؤلاء الأفراد عالقون على الحدود، ونحاول دعم الحكومات المعنية لهذه الدول أو الحكومة اليمن، حيث شاركنا في مؤتمر دولي عقد في صنعاء مؤخرا لمناقشة قضايا الهجرة غير الشرعية، ونقوم ببناء قدرات الحكومة اليمنية ودعم الوزارات المعنية لتقديم المساعدات الإنسانية للعالقين، وأيضا نحاول مساعدة الراغبين في العودة الطوعية من هؤلاء الأفراد إلى دولهم الأصلية. اليوم الوضع الحالي في اليمن لا يساعد كثيرا في هذا المجال، فقد أثر سلبا على قدرتنا على تقديم المساعدات والمساهمات المباشرة، ولكننا ما زلنا نحاول أن نقوم تقديم هذه المساعدات بالرغم من الظروف الصعبة. نعم، تحت سقف الأمم المتحدة تعملون، ولكن السؤال يعني الطبيعي، من أين يأتي التمويل الرئيسي لهذه المنظمة؟ من أين يأتي؟ هناك مجالين للتمويل للمنظمة، فتقوم كل دولة من الدول الأعضاء بتقديم مساهمة سنوية لمشاركتها في عضوية المنظمة. العامل الثاني هو المساهمة الطوعية التي تحصل عليها المنظمة من مختلف الدول لتنفيذ أنشطتها المختلفة سواء الإنسانية أو التنموية، وتأتي مثلا مساهمة دولة الكويت المهمة للعمل في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية. هذان هما الموردان الرئيسيان للتمويل في المنظمة، لكننا نحصل أحيانا على تمويل من القطاع الخاص لتمويل أنشطة محددة بعينها تقوم بها المنظمة في دول العالم. مشاهدينا الكرام، الفاصل الأخير، بعدها راح نعرف ما هي المشاريع وأهم المشاريع المنظمة في عام 2015. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، العودة الأخيرة من بعد الفاصل والحديث عن الشأن الدولي للمنظمة الدولية للهجرة، يعني ما هي مشاريع المنظمة في عام 2015؟ ستستمر المنظمة في عام 2015 في الاستجابة للتحديات الإنسانية سواء نتيجة الصراعات أو الكوارث الإنسانية في مختلف دول العالم وفي المنطقة. أما بالنسبة للكويت فسنستمر في عملنا الجاد بالتعاون مع الحكومة الكويتية، تحديدا مع وزارة الداخلية ووزارة العمل، حول بعض المشروعات المشتركة ذات الاهتمام المشترك فيما يخص بالعمالة الوافدة وظروف العمل وظروف الاستقدام وخلافه. وسنقوم بتقديم بعض المقترحات قريبا للحكومة
الكويتية وستقوم الحكومة بدراستها ونظر في تنفيذ هذه المقترحات مثل إقامة دورات تدريبية أو زيارات مدنية لعناصر من وزارات العمل ووزارة الداخلية. كما سنقوم بصفة عامة في الاستمرار في خلال عملنا هذا العام على توجيه قدراتنا لخدمة الاحتياجات الإنسانية المختلفة نتيجة الصراعات والكوارث الطبيعية. نعم، الكلمة الأخيرة في هذا اللقاء التي تريدين أن توجهها للمجتمع الدولي أو المجتمع المحلي في الكويت لمفهوم ما تعمل عليه المنظمة. أود التعبير عن العرفان من المنظمة الدولية للهجرة للشعب الكويتي ولصاحب السمو أمير البلاد على التمويل السخي وعلى الدعم المستمر الذي تم تقديمه للمنظمة، مما مكننا من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المختلفة خاصة في سوريا والعراق. أهم شيء هو الالتزام والقيادة التي أوضحها صاحب السمو أمير البلاد والتي كانت لها الدور الرئيسي في تمكين المنظمة من مساعدة أكثر من 5 مليون شخص في احتياج لهذه المساعدة في سوريا و2 مليون في العراق. الكلمة الأخيرة هي أنه لولا هذا الدعم من صاحب السمو ما كنا تمكننا من الاستمرار في هذه المساعدات، ونأمل أن لا يتم إنقاص هذه المساعدات الإنسانية لأنه ما زال هناك احتياج كبير للتمويل ولدعم وإنقاذ حياة الأفراد في سوريا والعراق. نعم مشاهدينا الكرام، شكرا للسيدة لورا تومسون نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة. دائما في القضايا الإنسانية أو أي شيء يمس الإنسان أعلم بأنها متكررة، ولكن تي على البال الناس صنفان، إما أخو لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لما تعمل على هذا الأساس التعامل سوف يكون جيد مع كل القضايا الإنسانية. إلى اللقاء.